ما هلا وصلنا لأولى محطاتنا، كان عم نتفرج على الشوكولا وعم نحكي هيك عن تحسين تعديل الطاقة المزاج. تعديل المزاج، ومعنا ضيفتنا عم بتراقب تحت الهواء عم تسمع التقرير، مشان هلا اذا في شي ملاحظات تعطينا اياها على اكل الشوكولا وقد ايه لازم ناكل. بالعموم الصحة اكيد بتتأثر بالطقوس، واكيد كمان الغذاء بيأثر بهذا الفصل. يمكن الاشخاص بتزيد الحركة او بتخف، فكله بيتأثر بالغذاء اللي بناخده. رح نحكي اليوم اكثر عن تقلبات الطقس وتأثيرها على صحة جسم الانسان اكيد، ورح نحكي اهمية يمكن الغذاء اللي بيمنحنا طاقة، بعض المأكولات اللي بتمنحنا طاقة وبتعد مزاجنا. رح نحكي عن هيدا الشيء مع الدكتورة نور مانسترلي، اختصاصية في الصحة العلاجية. سعد صباحك. بونجور، اهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. هيك وبعيدا عن الاكتئاب الخريفي اللي بلشنا نحكي عنه، خلينا نقول يعني قد ايه بيأثر الطقس وبالعموم حتى نظامنا الغذائي، فائتنا قومتنا، كل هذا بيأثر على جسم الانسان بهي الفترة. هلا من اول شيء نعرف شو هو الاكتئاب الخريفي. في عالم اكيد سمعنا فيه وفي عالم اكيد ما بتعرفوا. هلا فعليا علم النفس ما بيآمن بشيء اسمه اكتئاب خريفي ابدا، بس بيآمن كعلم نفس انه في عوامل طقسيه او عوامل جويه ممكن تاثر على يعني هيك شوي على الصحه النفسيه، لا اكثر ولا اقل. بس فعليا او من التجارب من محيط الناس اللي عم تصير مع اللي حوالينا او الاشياء اللي عم تصير معنا، وين ما رحتي عم تسمعي كل الوقت تعبانين، ما عم نشبع نوم، جوعانين، ما عم نحس بشعور الشبع، جسمنا مكسر 100%. هي حاله عامه وانا اولهم الصراحه. هذا شيء اسمه الساد. ساد يعني هو سيزونال افكتيف سيندروم، يعني التقلبات الفصليه، مو بس هي تكتفي بفصل الخريف وإنما هي بكل الفصول ممكن تصير. أكثر شيء ممكن يأثر علينا لما نحن بننتقل من درجات الحرارة العالية لدرجات الحرارة المنخفضة، هون بتأثر على نفسيتنا. أما شوفي العكس، نحن طالعين من الشتاء للربيع ومن الربيع للصيف، بالعكس الطاقة عنا بترتفع، بصير عنا نشاط أكثر، لأنه العامل الأساسي هو الشمس. لما بيكون عندنا ضوء كتير فهذا لا شعوريا بيعكس على جسمنا. شمس كتير يعني فيتامين دي، يعني نشاط وطاقة وحيوية. لما بنقول صيف يعني ما في فاقة بكير، الأمهات ما بتفيق أولادها على المدارس فبتشبع نوم، العالم المغتربين ممكن يرجعوا على البلد، في نشاطات وأكتيفيتيز ممكن يعملوها أكتر، فبيمرق الوقت بلا ما يحسوا بهالخمول. هذا بفصل الشتاء، عفوا الخريف، كيف بتتساقط أوراق الشجر؟ ببلش جسمنا يتساقط. أول شيء ببلش ببشرتنا، تعرفي أول شيء البشرة بتصير بتجدد حالها كل 28 يوم، بس بفصل الشتاء اللي كان آخذ تان وآخذ لون بفصل الصيف بصير بيقشر. هي أول معالم الانتقال لفصل الخريف. الشغلة الثانية ببلش تجفاف الجسم، كنا نشرب كتير، مع تغيرات الطقس بصير الطقس أبرد، ما عاد بصير جسمنا بيطلب مي أكتر، كمان ببلش النشاف على وشنا يبين وعلى جسمنا. غير المؤثرات الثانية اللي هي قلة النوم، لأنه بيقصر النهار، الضوء الشمس هو قلت لك العامل الأساسي. هلا شلون نحن أو هي يعني فينا نختصر الاكتئاب الخريفي بجملة، هي حالة اضطرابية عاطفية ممكن تحصل مع التغير الفصلي. نقطع من أول السطر. من أول السطر. نبلش بقسم ثاني. هلا نحن بجسم الإنسان في هرمون، في هرمونات وبروتينات. في هرمون أو هو بروتين الدماغ بيفرزه، هو خاص، هو اللي بيساعد على إفراز هرمون السعادة اللي هو إفراز هرمون السيروتونين والميلاتونين، هن اللي بيرفعوا المود وبيرفعوا الطاقة وبيرفعوا المزاج. هذا البروتين اسمه برين درايف نيوروتروبيك فاكتور، اوكي. هذا الهرمون او هذا البروتين فيني نسميه، كل ما ارتفع كل ما زادت حالة السعادة والسيروتونين. شو العوامل اللي ممكن انه نحن نرفع هذا البروتين بجسمنا او بدماغنا؟ عندنا اربع اشياء ممكن بدنا نتبعها واربع اشياء لازم نبتعد عنها. هنبلش بالاشياء الايجابية. اهم شغلة لازم نبتعد عن لازم نبلش نهارنا بعقلية جديدة. كيف يعني؟ انا مثلا من الاشخاص يلي ما بيرفع مزاجه غير اذا اكل شوكولا،
مثل ما كان طالع مع طلبي استغربت كلياتنا بنشترك معك هذا الموضوع كنت عم تابع التقرير وعم شوف شو لاخر التقرير شو حينحكى. الشوكولا صح هي بتعطيكي شعور بالسعاده والكاكاو هو بيأثر بيرفع هرمون السعاده السيروتونين، وانما المشكله بكميه السكر المضافه بالشوكولا. كل ما ارتفعت كمية السكريات المضافة بأي نوع من الحلويات فبتعمل شوك للجسم، بتعمل صدمة، بيرفع لنا نسبة الأنسولين بشكل مفاجئ، بيرتفع عنا هرمون السعادة وفجأة بينزل، مثل ما ارتفع بسرعة بينزل بسرعة، فنحن قد ما بيكون ارتفع مزاجنا فجأة بينصدم، بنرجع بنكتئب أكثر من قبل. والحلو بجر حلو، يعني إذا أكلتي لوح بدك تاخذي اللوح الثاني والثالث. في ناس بيوصلوا بالنهار لياكلوا أكثر من 6 لواح شوكولا لهي الدرجة. فنحن بدنا نحط هدف، أهم شيء الهدف. لما نحن بنحط هدف إنه وما يعني نبلش إنه نحن 6 لواح مثلا باليوم بدهم يصيروا 6 لواح بالأسبوع، فشلنا أول مرة مو يعني نفقد الأمل، بالعكس نبلش مرة تانية. وأهم شيء إذا نحن حسينا حالنا فاشلين ما عم نقدر نطبق هاي ما نيجي ناكل 6 تانيات، مو هيك لا، ونستعين بخبرات ناس اختصاصيين، إن كان علم نفس ولا إن كان بعلم التغذية، لأنه حتى علم النفس بيساعد بالاكتئاب، هي نوع من أنواع الاكتئاب بالنهاية. فأول شيء نحن ما بنلجأ للسكريات بشكل مفاجئ، بنستبدل السكريات أو سكر اللي موجود أو المضاف بسكريات طبيعية من الفواكه المجففة والفواكه العادية. طيب قدي لازم أكل شوكولا باليوم لحتى ما أكون خرجت عن الحد الطبيعي؟ هلأ شوفي، يعني هي قطعة صغيرة كافية لحتى أنا أني أعمل، يعني لا أكيد مو لوح ولا قطعة، قطعة يعني بحجم الإبهام، كل واحد بقى حسب حجم إبهامه. أوكي؟ أطلب الطبيعي يعني. شوفي نحن فينا نعمل شوكولا صحية، بس نحن المشكلة بالزبدة، فيها دهون كتير عالية. ما عندي مشكلة أنا بالكاكاو، عندي مشكلة بالزبدة وبالسكر، عرفتي؟ فنحن فينا نستعين عنا بمشاريب ساخنة اللي هي مشروب الكاكاو. لو عم تسمعي شو عم يحكوا بس ليه؟ على هي اللي قلتيها القطعة. طب اللي إبهامه كبير، اللي إبهامه كبير شو يعمل؟ أهم شغلة إنه نحن بدنا نفوت على جسمنا لحتى نتخلص من الاكتئاب زيوت جيدة، اللي هي مثل أول شيء الأوميجا 3. الأوميجا 3 وين موجودة؟ موجودة بزيت الكانولا، موجودة ببذور الكتان وخصوصا المطحونة. ما فينا نحن نتناول بذر الكتان المطحون لساعات كتير، لازم نطحنه ونتناوله، ممكن نضيفه لللبن للسلطة كبهارات، فنحن لازم نطحنه ونتناوله بشكل مباشر، هيك بنحصل على أوميجا 3. وبنحصل على أوميجا 3 كمان من الأسماك والدواجن، هدول الأشياء اللي لازم نحن نحاول قدر الإمكان نفوتها على نظامنا الغذائي، بالإضافة للألياف، لأنه الألياف كثرتها بالجسم بتسهل عملية امتصاص الدهون خارج الجسم. فهي الأشياء اللي لازم نحن نتناولها أو نكثر منها لحتى نتجنب الاكتئاب. الأشياء اللي لازم نبتعد عنها بشكل كامل هي القهوة والشاي وكل شيء فيه كافيين، لأنه كثرة الكافيين بالجسم أكثر من 3 فناجين قهوة، فناجين مو مقات، أكثر من 3 فناجين قهوة بالنهار ممكن تعرضنا للسترس بالأيام الطبيعية، فكيف بفصل الخريف؟ لازم نبتعد مثل ما قلنا على الكافيين، لازم نبتعد عن السكر الأبيض أو السكر المضاف، ولازم نخفف الملح. الملح كمان بيلعب دور كتير كبير بحالات الاكتئاب، مثل السكر هو شر الأبيضين، سكر وملح، فكمان الملح بيخلينا نتناول كمان كمية أكثر من الأكل. كمان في ناس بتلجأ ل ما بعرف إذا فينا نحكي بهذا الموضوع كمان، إنه في عالم بتلجأ بحالات الاكتئاب للمشروبات الكحولية، كمان هي بتعمل دور كتير عكسي، في عالم تهرب من الواقع بمشروبات الكحولية. نحن هذا الشيء طبعا كثير مدمر لصحة القلب والكبد والحالة المزاجية، بيفكروا حالهم طلعوا من هذا المزاج، وإنما هو كمان بيعمل شوك مثل السكر، بيطلع فجأة بينزل المود، فكمان بيعمل حالات عكسية، فكمان هدول لازم نحن نبتعد عنهم. الأشياء الأساسية الصحية كل ما نحن تناولناها أكثر بيرتفع مزاجنا وهرمون السعادة، والأشياء اللي نحن
نعرفها اصلا انه هي مضره بصحه الانسان، هي بتزيد من حالات اساسا النظام الغذائي بيلعب دور، يعني قديش بيلعب دور النظام الغذائي اليومي بتعديل المزاج او قديش بيلعب بالتاثير على المزاج. بس دائما نحن نربط يعني التبدل الفصلي بدايه الخريف والشتاء مع يعني الشهيه، انه بتلاقيها في كلياتنا شهيتنا انفتحت، كلياتنا بتلاقينا فعليا عم ناكل زياده، حتى يمكن ما بننتبه لهي التفاصيل مثل قبل، قبل بتلاقينا لا الغداء والفطور، اما بالشتاء بتلاقي كل شوي بشكل عشوائي، انت فاتحه البراد انت كل شوي بدك تاكلي، وبالليل يعني هي الحاله بتكتر ليلا. واشرتي لهي النقطه سريعا، النظام الغذائي بيلعب دور كثير كبير بتعديل المزاج، في كثير من الاكلات بنقول انه هي اساسا بتساعد على الاكتئاب بتزيده، وفي كثير من الاكلات بتقلك لا هي نوعا ما بتعدل المزاج، يعني بتخلي مزاجك نوعا ما معدل، مثل ما عم نحكي على الشوكولا، مع انه هي فيها اثار سلبيه وايجابيه، بس انت قولي شوكولا قدام الناس بتضحك قبل ما تاكل يعني انا اول لا هي نور انا اول يعني انا اول مثلا لكي ادمان السكر هو ابشع انواع الادمان، لانه ما بتخلصي، يعني اكلتي قطعه جسمك بصير بيطلب قطعه ثانيه، بدك قطعه ثالثه. هذا ادمان السكر انا بعتبره من اهم او اقوى وابشع انواع الادمانات، لانه الطلعه منه الانسحاب منه كثير صعب، لهيك ما بصير نعمل انسحاب مفاجئ للسكر من الجسم، بدنا نسحبه بشكل تدريجي، مثل ما قلنا مثلا 6 لواح بصيروا 4 بصيروا 2 بصيروا 1، شوي شوي بنخفف هالكميه، لانه السكر اللي نحن بنحصل عليه من الفواكه هو سكر بسيط، هو سكر ممكن بيسحب الدهون مثل ما قلنا، وبيسهل عمليه طرح الدهون خارج الجسم بطريقه سلسه من الجسم بدون ما تعملنا اي ازعاجات، وانما السكر المضاف او فينا يعني هو نوع من السيرومات، السيروم الذره اللي موجود يعني موجود بكل نوع سكر او كل نوع من الحلويات، موجود شيء اسمه الكورن سيروب، كورن فركتوز سيروب، اللي هو من اخطر انواع السكريات اللي هي صعب انها تطلع من الجسم وبتتراكم بمنطقه اسفل البطن. فاكثر الناس اللي بتشوف في عندهم تراكمات باسفل البطن كدهون فهي غالبيه او بالورك هو سكريات. سكريات هي مو بس بتقتصر على السكر الابيض، هي معجنات، هي نشويات معقده مثل البطاطا، مثل الرز، مثل في هلا شوفان مثلا صح نشويات بس فيها الياف كثير، فالجسم بيطرحه خارج الجسم، خارج الجسم يعني بيطرح الدهون خارج الجسم بسهوله. اما الرز ممكن يعلق بالجسم، معكرونه بطاطا بيعلقوا بالجسم كثير صعب، او معجنات رز مثلا فينا نعمل الخبز من الرز بدل من الطحين الابيض، فينا نعمل خبز من الشوفان بدل من الطحين الابيض، عرفتي؟ في بدائل دائما نحن بنقدر نستعين فيها مشان ما نفوت بهذا المود. مثل ما قلت لك سكريات جدا سيئه وخصوصا بمرحله الانتقالات الفصليه. طيب كمان نحن حكينا عن يعني خليني اقول ابرز الاكلات او الماكولات اللي انا ممكن اكلها تعطيني طاقه، وعن شو لازم بعد خليني نحكي كمان عن يعني اللايف ستايل مثل ما بيقولوا. يعني في ناس بتبلش الشتويه بتخف الطلعه بكير، اذا في ناس بتمشي رياضه او لا، بتصير الكنكنه ما في وقت ماله حيل يقوم من التخت، هي تفاصيل كلياتها. خليني نحكي كيف انا شوي شوي فيني كمان حافظ على نظامي الحياتي بحيث ما فجاه كله يروح الدنيا كله يروح. سلمى شوف في دراسه اثبتت انه بهيك حالات بالانتقالات الفصليه اكثر نوعين من الانظمه الغذائيه اللي هن متعارف عليهم واثبتوا كثير فعاليه بهي الفتره هو الداش، هو دايت الداش. شو يعني داش دايت؟ هو اللي بيستخدموه الاشخاص اللي بيعانوا من امراض قلبيه وامراض بارتفاع ضغط. يعني اول شغله نحن بدنا نخفف الملح. خففنا الملح الامور بتصير كثير اسلس، خففنا السكر بتصير اسلس، خففنا اي شيء من المعلبات، مخللات، كل شيء فيه ملح زايد، او مثلا اللحوم اللحوم المصنعة أو اللحوم الباردة ما لازم نخفف منها لأنها بتحتوي على مواد حافظة وبتحتوي على أملاح كتير عالية. هذا نوع من الأنظمة. الأنظمة الثانية هو الميديتيريان دايت اللي هو متعارف عليه بالشرق الأوسط. ليش؟ لأنه نوع الأكل اللي متوفر فيه متوفر هو بس 100% هو بقوليات، هو فريكة، الفريكة كتير بتعدل المزاج، فيها ألياف كتير عالية، ومثل ما قلنا ما بيحبها بشو بيستبدلها؟
البرغل. البرغل. أوكي. صح إنه فيه ألياف أقل بس وفيه نشويات أكثر بس هو تقريبا بيعادل الفريكة يعني بيشبهها بالكالوري. بدنا نأخذ بقوليات أكثر مثل ما قلنا ألياف كل شيء ورقيات. ورقيات يعني كل شيء لون أخضر غامق والأخضر كل شيء لما بيصير فاتح على أصفر نحن راحت فائدته مثل ورق الشجر كيف لما بتصير صفرة بعدين بتهر نفس الشيء أي شيء لون أخضر غامق داكن نحن بنستفيد منه اللي خصوصا نحن بدنا نحصل على معدن اللي اسمه السيلينيوم. السيلينيوم وين موجود؟ مثل ما أنه موجود بالورقيات الخضراء موجود بالألياف يعني اللي بالفواكه الألياف بنقول يعني فواكه وخضار وين موجود كمان موجود ببذور الكتان فكمان السيلينيوم بيرفع لنا السيروتونين اللي موجود بالجسم بيحاول يرفع لنا التريبتوفان كمان لا عم تضحكين جوعتينا الصبح نحن جوعانين اصلا يعني الصبح ايه وكمان عندنا غير السيلينيوم نحن عندنا الشوفان مثل ما قلنا والشعير كمان هدول النوعين من النشويات كثير بيعدلوا الحاله المزاجيه يعني نكون صادقين ما في شيء بخليك عندك سعاده مطلقه طبعا صحيح اكيد ما. الاكل هو يعني هو جزء من هيدا الشيء اكيد الناس بتقرب للاكل يعني جزء من هي بس ناس نوعا ما بتلاقي بتفشخل شوي بالاكل وخصوصا بالوضع الحالي يعني بتحسي الشيء الوحيد اللي عم نقدر نعمله انه نفش خلقنا بالاكل صحيح. اي مشروع ومناكل ومنروح على هيدا الكافيه ومنروح على هيدا المطعم ومنجرب والله نزلوا على الانترنت هاي الوصفه بدنا نجربها بالبيت صحيح. ما عندنا شيء يعني مشاريعنا كلها بتتمحور على الاكل صراحه طيب شو بدنا نسوي بس نحن بدنا ننتبه انه المنتال هيلث او الحاله العقليه والمزاجيه هي قبل كل شيء اذا نحن هون مو فاضي فنحن مستحيل نقدر نوصل للسعادة وقد ما أكلنا شوكولا وقد ما أكلنا حلويات مستحيل ترفع لنا من الحالة المزاجية نحن أهم شغلة بدنا نصنف لأنه للاكتئاب عدة عوامل ممكن تكون بيولوجية ممكن تكون نفسية ممكن تكون بيئية ممكن تكون محيطية عرفتي؟ فنحن بدنا نعرف نحن بأنه اكتئاب منهم هل نحن لأنه بهذا الشهر صار عندي مثلا حدث سيء بحياتي لهيك انا كل سنه بهذا الشهر ما بدك تعتبري العموم اكتئاب الظرفي اذا بدنا نقول الظروف القاسيه اللي هي ماره على الكل لانه خلص وقتنا فبتلاقي الناس اغلبها نوعا ما لانه في ضغوطات اجتماعيه واقتصاديه ومعيشيه كثير كبيره ففينا نقول هذا النوع الخامس الاكتئاب الظرفي حسب الظروف اول شيء بدنا نحدد اول شيء شو هو نوع الاكتئاب اللي عندنا نحاول نكون اصلا نحن عم نحاول نفرغ هي الطاقه السلبيه برياضه عم نفرغها بطريقه يعني بطريقه صحيه ما نفرغها بادويه صحيح. اهم شغله نبتعد عن ادويه الاكتئاب نبتعد عن الكافيين نبتعد عن المشروبات الكحوليه نبتعد عن السكر والملح بعدنا عنهم صدقا حتشوفي حتى نعم. الحاله النفسيه والمزاجيه بالخريف او بغير خريف حتكون كثير منيحه أكيد سعيدين كنا بوجودك دكتورة نور مانسترلي وعلى كل دائما النصائح بما يخص الغذاء وقديش فينا نعتني نوعا ما لو هيك ظروفنا شوي صعبة بس بعض النصائح ممكن نستفيد منها وخطوة خطوة بنبلش على الطريق الصح شكرا كثير لك تبقوا بألف خير وسعادة